بسم الله الرحمن الرحيم. فواز حسين من قرية حرفيش. يوم الجمعة 25 أذار سنة 2022 أنا موجود في الجهة الجنوبية الغربية من بيت لحم، وين في دير اسمه دير مرسابة. وإقبالي هون أي البلد القديمة اللي هي إقبال دير مرسابة. هذا اللي مبين إقبالي الدير نفسه، دير مرسابة قلنا. والطريق اللي أنا طالع عليها هي البلد القديمة، عبارة عن كهوف ومغر اللي كانت يعني مسكونة. حضارة، مقدسات، إبداع، كل هاي الكلمات نايمة لا محل عنها شكل. يا قبالي مبين دير مرسابة، الشمس عليه. كنا على جهتين من وادي قدرون اللي بيبدأ من القدس بيجري لهاي الجهة، بين مغر وكهوف القرية القديمة. شكرا، ان شاء الله نلتقي محل ثاني يوم ثاني.